السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في مادة الرياضيات سيكون حول النهايات في جزئه الثاني. الهدف من هذا الدرس هو حساب النهايات عند حدود مجالات مجموعة التعريف ودراسة السلوك التقاربي لدالة. نهاية دالة كثير حدود عند زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية. مثال: f دالة معرفة على r ب f لx يساوي 2x مكعب ناقص x زائد 1. ما هي نهاية الدالة f عند ناقص ما لا نهاية وعند زائد ما لا نهاية؟ الحل: نهاية f لx لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي نهاية 2x مكعب ناقص x زائد 1 لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. لاحظ أن الحد الأعلى درجة هنا هو 2x مكعب، إذن تصبح نهاية الدالة f لx لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي نهاية 2x مكعب لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. نهاية الدالة مكعب لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية كما رأينا في الدرس السابق، وناقص ما لا نهاية في 2 يساوي ناقص ما لا نهاية. بنفس الطريقة نجد نهاية f لx لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. إذن نهاية دالة كثير حدود عند ناقص ما لا نهاية أو عند زائد ما لا نهاية هي نهاية حده الأعلى درجة عند ناقص ما لا نهاية أو عند زائد ما لا نهاية. نهاية دالة ناطقة عند زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية. مثال: f دالة معرفة على r مع دال واحد ب f لx يساوي 2x زائد 3 على x ناقص 1. ما هي نهاية الدالة f عند ناقص ما لا نهاية وعند زائد ما لا نهاية؟ الحل: نهاية f لx لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي نهاية 2x زائد 3 على x ناقص 1 لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. لاحظ أن الحد الأعلى درجة في البسط هو 2x والحد الأعلى درجة في المقام هو x، فتصبح نهاية f لx لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي نهاية 2x على x لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية وتساوي 2. بنفس الطريقة نجد أن نهاية f لx لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي 2. إذن نهاية دالة ناطقة عند ناقص ما لا نهاية أو عند زائد ما لا نهاية هي نهاية حاصل قسمة الحد الأعلى درجة في البسط على الحد الأعلى درجة في المقام. التفسير الهندسي للنهايات: في المثال السابق عندما قمنا بحساب نهاية الدالة f لx لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية ولما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية وجدناها تساوي 2، وهذا معناه أن التمثيل البياني للدالة f يقبل مستقيما مقاربا موازي لمحور الفواصل معادلته إجراج يساوي 2 كما هو موضح في التمثيل البياني. إذن هذا هو التمثيل البياني للدالة CF، والمستقيم المقارب الذي معادلته إجراج يساوي 2 هو هذا المستقيم وهو موازي لمحور الفواصل ويقترب من منحنى الدالة F. بصفة عامة نهاية F لX لما X يؤول إلى ما لا نهاية تساوي بمعناه المنحنى CF يقبل مستقيما مقاربا معادلته إجراج يساوي ب وهو موازي لمحور الفواصل. النهاية عند عدد حقيقي: مثال: f لx يساوي ناقص 4x زائد 1 على ناقص x زائد 3،
دي اف يساوي ار ما عدا 3. ما هي نهاية الدالة اف عند 3؟ الحل: نهاية اف لإكس لما إكس يؤول إلى 3 بقيم أقل تساوي نهاية ناقص 4 إكس زائد 1 على ناقص إكس زائد 3 لما إكس يؤول إلى 3 بقيم أقل، وتساوي ناقص 4 في 3 زائد 1 على ناقص 3 زائد 3، وتساوي ناقص 11 على 0 موجب. لماذا صفر موجب؟ لأنه عندما ندرس إشارة المقام ناقص إكس زائد 3 الذي ينعدم عند 3 نجد أنه لما يكون إكس أقل تماما من 3 ناقص إكس زائد 3 يكون موجب، وعليه ناقص 11 على صفر موجب يساوي ناقص ما لا نهاية. بالنسبة لنهاية f لإكس لما إكس يؤول إلى 3 بقيم أكبر نجد النهاية تساوي ناقص 11 على 0 سالب. لماذا 0 سالب؟ لأنه إذا كان إكس أكبر تماما من 3 ناقص إكس زائد 3 يكون سالب، وعليه ناقص 11 على 0 سالب يساوي زائد ما لا نهاية.